يقول راجي عفوي ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملين الأتمان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وبعد، حروف الرخاوة، أولا الرخاوة في الشيء، الشيخ الدفو الشيخ اللين، جاء من اللين. اصطلاحا اللين الحرف وجريان الصوت عند التلفظ به لضعفه وضعف الاعتماد عليه في مخرجه. جريان الإيش؟ لين الحرف، حرف يعني يخرج بلا كلفة. جريان الصوت معه، المقصود أنه يجري معه الصوت، ما ينحبس معه الإيه الصوت. حباس كان في الإيه في الشدة، أما مع الرخاوة يجري الإيه الصوت. لضعفه وضعف الاعتماد عليه في مخرجه. طبعا يجري الصوت لا شك أنه معه نفس، لكن نفسه إيش؟ قليل، لا يعني يرتقي إلى أن يكون صفة. نفس قليل لا يرتقي إلى أن يكون صفة. إذا ارتقى إلى أن يكون صفة يكون في إيه؟ في الهمس. إذا يعني ارتقى النفس إلى أن يكون صفة هيكون في حروف الإيه؟ الهمس. فلما كان قليلا جدا لا يعني لا يذكر، فصارت الحروف من حروف الإيش؟ الرخاوة، وليست من حروف الهمس. أيضا من ضمن الـ حتى تتم الـ يعني القسمة، الحروف البينية هي التوسط والاعتدال، اللي هي وسط بين الشدة والإيه والرخاوة. حروف بين الإخو والشديد لن عمر. الاعتدال هو حالة بين الشدة والرخاوة، فلا يمنع جري الصوت كمنع عند حروف الشدة، يعني ما يمتنع امتناع حروف الشدة كالطاء والدال والتاء كما أجد قاتل بكت، ولا يجري جريانه مع بقية الحروف اللي هي الشين والصاد وحروف الايه الرخاوة. فصارت هذه الحروف اللي هي اللام والعين والنون والميم والراء، أر، هذه أن، أع، أم، هذه كلها أل، والأل في جران، أل في جران، ما في جران، في صوت بيجري لكن ما يجري زي إيه أش، وفي شيء من الحباس برضو بس ما الحباس زي إيه أط، لا في أل في جران لكنه جران إيه خفيف. فذلك هذه الحروف العلماء، علماء العربية وعلماء اللغة، جعلوا هذه الأحرف الخمسة بينية، سموها صفة البينية أو التوسط أو الاعتدال، وبين الإخو والشديد لن عمر. فإذا القسمة بين إيه؟ ثمانية للشدة وخمسة للبينية والباقي لإيش؟ للرخاوة. مسألة الأزمنة، لأن متعلقة المسألة هذه اللي احنا بنذكرها في هذا الموضع، اللي هي مسألة أزمنة الحروف. هذا بحث اسمه أزمنة الحروف. طبعا الحديث عن أزمنة الحروف حديث عن الحروف الساكنة السواكن، لأن الحروف متحركة أزمنتها منضبطة بإيش؟ بحركتها. هتقول با بي بو حا حي حو قا قي كو، فمفتوح مكسور منصوب، يعني بحرك بأي حركة من الحركات الثلاث. فهذا لا ليس له علاقة بالإيه؟ بالبحث، لكن البحث عن الحرف الإيش؟ الساكن. الحرف لما يسكن هنا يصل قضية الزمن، ما تقول أف، ها، لكن تقول فا في فو ما عندناش مشكلة، لكن أف، أش، أم، أخ، إح، كل هذه فيها هذه حروف السواكن لها بحث اسمه الحرف الأزمنة. أما حرف إذا كان متحرك خلاص ما عندك مشكلة فيه، ما لأن الحرف متحركة ما فيها أصلا أزمنة، هي مرتبطة بإيه؟ بحركتها. لكن الحرف الساكن مثلا وبالوالدين إحسانا، شوف القراءة عاملة إزاي، وبالوالدين إحسانا، بالوالدين في أي حاجة حصلت خلاص متحركة، حرف متحركة. لما جينا عند الحاء صار إيش؟ إحسان، إحس، سامة مفيش مشكلة مفتوحة. وقضى ربك ألا تعبدوا تع، عند العين حصل الإيش؟ قد الزمن هذا. لكن لو عن عالمين ما عندك مشكلة مفتوحة متحرك.
لكن لما كانت ساكنة فالكلام كله على حروف الايه السواكن. هذا اهم شيء، هذه مسألة. مسألة ثانية ان يخرج من هذا البحث حروف الغنة، يعني اللي هي الميم مشددة والنون الايه مشددة، لان هذه فيها غنة ما فما تدخل في البحث. يعني مثلا ايه مثلا في قوله تعالى تقف على حرف مشدد عليهن فيهن، هذا خارج لانه في غنة حركتين فخارج عن هذا البحث. كذلك الحرف المقلقل مثل الحق، هذه قلقله هو ساكن لكن في ايش قلقله، فالقلقله خلاص لها وقتها ما تدخل في هذا البحث، البحث في غير هذا. فالحروف تنقسم في هذا الباب الى حروف شديده انيه، الحروف الشديده انيه يعني انيه يعني في وقتها ما لها زمن. ياتون يعني تقول ياتون، يكتمون يك هكلم على الشديد. الط طاء يعني اذا كان الحرف الساكن عارف انه ما في تحرك، فالحرف الساكن الشديد هو اني يعني في وقته ما عنده امتداد لانه حرف شديد ما يمتد الصوت فيه لما يجري فيه. ثم ما عداها في متفاوت بقى في الجريان، ما عدا الانيه خرج الحروف الانيه اللي هي حروف الايه الشده اللي اجد قطن ايه بكت. السواكن نتكلم عليها وهي حالها وهي ايه ساكنه، هذه حروف انيه يعني في وقتها. جاءت الحروف الباقي الحروف اما ان تكون يعني متفاوته في الجريان، فالحروف الرخوه اتم جريان من ايش من البينيه. الرخوه زي اخ يختلفون، ها يخ غير ايه يعلمون، يخ يجري فيه الصوت اكثر من ايه من يعلمون، لان الخاء ايش رخوه والعين بينيه، العين من حروف البينيه لين عمر ال، يبقى جريان الصوت في اللام اقل من جراني في ايش في الشين. الشيطان يعدكم غواش، ها الناس وهكذا. يبقى اذا في الحرف الرخ يجري فيه الصوت اكثر من الحرف الايش البيني، يبقى الزمن بتاعه اطول. لما وانا في اثناء القراءه لما اتي على حرف رخ فبقرا قراءه مرتله فيكون زمنه الساكن اطول من حرف الايه البين. مثلا وهم يختلفون، يخ هذا جران هذا زمن، يختلفون لان الخاء ايش بينيه. اياك نعبد نع هذا ايش الخاء اصل الرخوه، هذه بينيه العين وقص على ذلك. فالصوت يعني صوت الحرف ونفسه اما ان يحبسه بالكليه يبقى ده اسمه ايش، إذا حبس الصوت والنفس على حرف إيش شديد، ها شديد أجد قطن بكت حروف شدة. طبعا خلي حروف الكاف والتاء دي لها حكم خاصة، لكن الأصل حروف الشديدة يعني إيه انحبس الصوت والإيه والنفس فهو شديد، أو لا يحتبس أصلا خالص ما في احتباس، همس مهموس ورخو، لا انحبس الصوت ولا انحبس النفس. الشين إيش رخوة إيه مهموسة، السين رخوة مهموسة، يعني في حروف الخاء رخوة ومهموسة موجودة في الهمس وموجودة في الرخاوة. فإذا اجتمع في هذا صوته إيه أطول لأن اجتمع فيه الصفتين الإيه جران نفس وجران صوت، يبقى يجري جران كامل هو في الحروف الرخوة والإيه والرخوة الإيه المهموسة، أو يتوسط بين كمال الاحتباس وكمال الجري، يعني هذا البينية لا يجري جران الرخوة ولا يحتبس الحباس الإيش. فهذه ثلاث أنواع. ففي النوع الأول إذا جرى بعد ذلك الحباس نفس كثير، الحباس الأولاني اللي هو في الحباس في الإيه في اللي يبقى هذا حرف مهموس، وهذا موجود في حرفين فقط اللي هم الكاف والإيش والتاء. يبقى ده إذا كان بعد الشديد جرى الصوت كثير، يعني يك لك أت، هذا يسمى إيه، يبقى هذا حرف شديد مهموس، وهذا خاص بحرفين فقط الكاف والايه والتاء. وان لم يجري فالحرف شديد مجهول ما فيش جريان خالص، فيبقى ده شديد مجهول هو قطب جد والهمزه اللي هو ست حروف، اجد قاطب لا شيل الكاف وشيل خلاص بقى الكاف والتاء في الايه في الشديد الايه المهموس، يبقى شديد مهموس هو الكاف والايش والتاء. في شديد فقط اللي هو السته الباقيه الهمزه والقاف والطاء والباء والايه الهمزه والقاف والطاء والباء والجيم، ايش ثاني ست اساس ايش ها الدال،
هذه الحروف ايش؟ حروف ايه؟ شديدة فقط، شديدة مجهورة، شديدة ايه؟ مجهورة. يبقى شديد مهموس كاف وتاء، شديد مجهور هذه الستة، قطب جد وزيد عليها الهمزة، قطب جد اللي حروف القلقلة والهمزة ايه؟ مضافة اليه، دي شديدة، حروف شديدة مجهورة. وفي النوع الثاني اللي هو ايه؟ الرخو، ان كان الصوت اللي هو الرخوي اللي هو الحروف الرخوي يعني، ان كان الصوت الحرف جاريا كله مع نفس قليل يعني بيجري الصوت لكن مع نفس قليل، ده يبقى حرف ايه؟ رخو مجهور. رخو ايه؟ مجهور، مش رخو مهموس، اللي هو اللي يجري معه نفس ايه؟ قليل، اللي قلت لك كان زي اذ، هذه الذال رخوة مجهورة لها مهموسة. وفي الرخاوة از، ازاي رخوة وايه؟ مجهورة. الضاد الضاد رخوة فيها رخاء مجهورة. الغين رخوة مجهورة لان الخاء هي المهموسة، اتبال واضح القسمة كده؟ فعندك هذه الاحرف، هذه الاحرف اللي الذال والزاي والظاء والضاد والغين والواو والياء، هذه كلها ايه؟ رخوة مجهورة، رخوة مجهورة. باقي معانا رخوة ايش؟ باقي ليش؟ رخوة مهموسة، باقي اللي بعد كده الرخو المهموس. فالحرف وان كان جرى مع نفس كثير يعني هو رخو يجري الصوت ومعه نفس كثير يبقى ده رخو ايش؟ مهموس، اللي هو في حروف الايه؟ الثاء والحاء والخاء والسين والشين والصاد والفاء والهاء، هذه كلها رخوه ايه؟ مهموسه. يبقى رخوه مهموسه. يبقى عندنا شديد مجهور، شديد مهموس الاول اللي هو الكاف والايه؟ والتاء، وعندنا شديد مجهور اللي هي قطب جد والهمزه سته، وعندنا رخ ومجهور، رخ خلاص خلصنا شد، رخ وايه؟ لكنه ايه؟ مجهور، اللي هو نفس قليل بس يمشي معاه، اللي هو زي اذ اظ، هذه كلها ايه؟ رخوه لكنها مجهوره. بعدين عندنا رخوه ايه؟ مهموس، رخوه معاه نفس كتير يبقى رخوه ايه؟ مهموس. هذا تقسيم الحروف من جهه الايه؟ الزمن. فكلما كان الحرف يجري معه يعني كان يعني اطولها اطولها زمن ايه فينا لما نيجي على الازمنه نقسمها على الازمنه رخو مهموس ثم الرخو الايه المجهور ثم بعد كده ايش ما خلاص ما فيش بقى الشديد ما فيهوش ايه عندنا الرخ الشديد ما فيهوش ايه صوت اصلا ما فيش جران في اصلا احنا قلنا اني مسميه اني يعني في وقتي خلاص والباقي متوسط بعد كده متوسط والبيني بعد منه البيني في التدرج يعني انا شديد الرخ مهموس هذا زي اش اس اف هذا كله تجري يجري ايه اح هذا كل الهواء زمنه اطول ثم الايش الرخ والايه المجهور اذ اظ ونحو از اي او اغ اض هذه كلها رخ ايه مجهور يعني يكون اقل في الزمن ثم الايش الرخ والايه قلنا ليش النوع اللي بعديه الرخ والبيني او البيني مش الرخ عفوا البيني حروف بينيه الضاد رخوه حروف الرخاوه ما انت في القسمه قسم اجد قاتم بكت شديد لن عمر بينيه الضاد في الايه في حروف الرخاوه ولذلك الرف حروف الرخاوه لكن مجهور رخو جهر ورخاوه فلما نقرا القران اقراه بهذه الازمنه اما يجي لي حرف مثلا الشيء الزمن اكثر اجي لي مثلا الزال اذ مش اذ اقل واذ قال الله مش واذ قال لا طول فيه الزمن اقل ما يجي لي البين يعبدون فطل او مثلا اقف على لام ساكنه في وصل الكلام فانتبه لي لهذه المساله ازمنه الحروف بحث ازمنه الحروف حتى ممكن تدخل على النت مسجله اكثر من بعض المشايخ يعني تفصل الشيخ أيمن له أظن حلقة كاملة أتكلم فيه وطبعا أحسن من القراء الذين يعني برعوا في هذا الباب اللي هو باب أزمة الحروف هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ محمد عبد الباسط عبد الصمد لا يبارى في هذا الباب اسمعوا وبيقرأ الحروف وشوف كيف يأتي بالأزمنة يعني اسمع له تلاوة لا يمقطع هو بيقرأ خاصة القراءة المجودة اللي يقرأها بإيه بهدوء فتجد الصاد زمنها غير الحاء غير كل حرف له زمن يناسب ايه صفاته كله التنبيه على طبعا في المنبه قلنا التنبيهات على قلنا احنا منبهنا عليها لكن بالتاكيد تنبيه على المبالغه في الهمس في الكاف او في الايه او في التاء فاذا بلغنا في الهمس هيولد حرف اما مثلا ان فطرت
ممكن احولها الى ايه؟ الى الى سين عند التاء، او كاف نشرح لك صدرك، ابدا اجيب ايه؟ هاء او نحو ذلك. فالاداء هذا الهمس يكون بايه؟ برفق. طيب يبقى عندنا الشده والرخاوه البينيه، الشده اجد قتل بكت، الرخاوه لين عمر، باقي الحروف ايه؟ رخوه. اخطاء زمنيه تقع عند اداء الحروف المتحركه، تطويل زمن حرف متحرك عن ازمنه الحروف المتحركه المجاوره، تمطيط يعني، هذا طبعا عيوب في القراءه. اما عيوب في القراءه مش يعني مثلا اقول ان الذين، بعد هنا ان الذين، ايه ايش الخطا اللي صار عنده؟ مط الايه؟ الهمز، الفتحه بتاعت الهمزه، فصارت ولدت ايه؟ الف، ولدت الف. بقى نسمع فإما يأتينكم، فإما هي فإما مش فإيه، فبيقول فإيه، فبيحصل بيمط الايه؟ هذا المط، هذا مط حركه، ومط حركه الايه؟ الفتح الكسره، فتولد ياء، او زي ما مط حركه الواو، كنتم ولد واو ونحو ذلك، ان الذين وهكذا. فمن يعمل فيمط الايه؟ فتحه الايه؟ الميم، فيولد منها الف، يا فمن يعمل مش فمن يعمل. طبعا هذا كله من نتيجه عدم التلقي والايه والضبط على المشايخ الكبار. اخطاء زمنيه تقع عند اداء الحروف المتحركه، تقصير زمن حرف متحرك عن ازمنه الحروف المتحركه المجلسه، يسمونه العلماء الاختلاس. الاختلاس طبعا ده باب من ابواب القراءات، لكنه في القراءه العامه يعني بالنسبه لقراءه الذين يحققون ويتمون الاسم، يعني عندنا اسمه اتمام الحركات واختلاس الحركات. الاختلاس انك تاتي بالايه؟ بالحركه ناقصه، يعني مثلا يامركم ان الله يامركم ان تؤدوا، من امركم، فليسرع في القراءه سرعه زائده فيختلس الايه؟ يعني اختلاس الحركه يعني نقص الحركه عن ايه؟ عن حدها، عن فصير الكلمة إيه؟ مهزوزة وناقصة، لم يتم الإيه الحركة. يعني يا خلقكم هي خلقكم إن الشيطان يعيدكم الفقر، وعدك يعيدكم هذا اسمه اختلاس. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه، يعظه ها؟ إن الله نعم ما يعظكم به، ان الله نعم ما يعظكم به. انا اسمع بعض خطب الجمعه بدات يعظكم كده هي يعظكم، فهذا اسمه يسموه العلماء ايه؟ اختلاس. ازمنه الحروف الصحيحه الساكنه، زمن الحرف الرخو اطول من زمن الحرف الايش؟ البين. هذا اللي كنا نتكلم عنه، زمن الحرف البيني اطول من زمن الحرف الايش؟ الشديد. اصلا الحرف الشديد مش زمن، احنا قلنا الحرف الشديد ايه؟ اني، يعني في وقتي. قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة يتناسب مع سرعة القراءة تدوينا وتحقيقا واحدا، يعني لما لأن القراءة يعني الأزمنة تنسجم مع الإيه؟ مع القراءة، لأن قراءة القرآن يقرأ القرآن بالتدوير وبالتحقيق وبالترتيل أو طبعا أو بالحذر، فكل هذه طرق للإيه؟ القراءة. بعض العلماء قال الترتيل هو صفة لكل هذا، يعني الترتيل هو صفة وليس طريقة للقراءة، صفة لكل، يعني الحذر بالترتيل والتحقيق بالترتيل والتدوير بالايه؟ بالترتيل، لان التدوير مقصود بالتجويد، فكله مجود لكن ليس الترتيل ايه؟ مرتبه، هذا كله رأتنا. فلما نقرا بالتحقيق اللي هو يستعمل في التعليم او يقرا به، وهذا قرا بها المشايخ وبالاسانيد والقراءات عليه ختمه كاملا بقراءه التحقيق، وختمه مثلا بالتدوير، ختمه بالحذر وهكذا. فلما نقرا مثلا ايه بالتحقيق غير ما نقراها بالايه؟ بالتدوير، غير ما نقراها حذر نفس الآية. يعني لو قرأ مثلا إن مثلا في آية، يعني آية من آيات القصة مثلا، لو إن مثلا نعم نجيب آية، لو إن مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثلا، لو أقرأها بالتحقيق فمن يعمل زمن العين هيكون غير زمنها، العين ساكنة هنا. قل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا للتعليم زي ما تقرأ مثلا. لو أقرأ بالتدوير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أزمنة تتوزع. هقرأ حذر
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره. أو أقل في الأزمنة إيش يعني، هذا تقريب يعني، لكن طبعا تحتاج إلى تدريب. فلما أقرأ في الأزمنة تتناسب، ما ينفع أنا أقرأ بالتحقيق أقطع العين اللي هي اللبينية زمنها أخليه مثل زمن الإيه الحدرة، ومثل الزمنها إيه حتى المدود، أزمنة المدود مرتبطة بإيش، لو لما نيجي باب المدود مرتبطة أيضا بالإيه بالقراءة، اللي بيقرأ بالحدر المادة عنده يكون أقل، لأن المادة يقاس بالحركات. فلما أنا أقرأ الآن قراءة حدر في التراويح ما مدش المد اللي مد يعني الأربعة عندي هيبقى أقل من الأربعة في المد اللي في في يعني أربع الأربع حركات عندي في هذا هتكون أقل من الأربع حركات في الإيه لما أقرأ بالتدوير، وهتكون التدوير أقل لما أقرأ بالإيه بالتحقيق. يعني لو آية فيها مد منفصل أمال هو السماء والطارق مثلا، ونقرأ والسماء والطارق بالحذر والسماء والطارق، هذه الأربعة أنا أقرأ بالإيه بالتدوير والسماء والطارق، هقرأ بالتحقيق والسماء والطارق، زاد المد بزيادة الإيش حسب سرعة الإيه القراءة، لأن أزمنة المد العلماء لما ضبطوها بإيه بالحركات، حركات هي حركات الإيه الفتحة والضم يعني حركة الحرف، فمولوا أربع حركات يعني يعني كأنك قلت قا 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 مثلا أربع فتحات وراء بعض، ده معنى الإيه الحركات. طبعا إحنا هذا المقصود سيأتي في التفصيل في باب الإيه المد. يبقى زمن قياس أزمنة الحروف صادق، طيب التناسب يعني قضية التناسب هذا، وكل هذه طبعا مسألة دقيقة في القراءة. أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة، زمن الحرف الرخو، زمن الحرف البيني، زمن الحرف الشديد. طبعا الحرف الشديد كما ذكرنا زمنه آني يعني ما يمتد، هو زمنه يحصل نوع من البتر، ما في امتداد فيه، يألمون يأكلون وهكذا. يبقى هذا التناسب بين أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة مهما كانت سرعة القراءة. طيب هنا مثال مثلا صوت الشرح أو الألم، ألم هذه الميم فيها إيش، الميم شديدة، أجد قتن بكت فيها ميم، طب لين عمر بينية، طب الشين لخو، ألم نش ألم نش، يبقى ألم نش هتبقى أطول من إيه من ألم رح، الحاء بينية زي الشين، يبقى الحاء تأخذ زمن الشين والحاء في إيه في خانة واحدة، الشين بالعكس الشين ممكن تكون أزيد لأنها فيها تفشي يعني رخوة إيش رخوة مهموسة والحاء رخوة مهموسة، لك صاد صاد الدال فيها إيش شديدة، خلاص رك رك هذه فيها إيه شديدة لكن فيها همس في آخرها، ووضعنا العين إيش بينية بينية، شوف أعضاء اللون الإيه الأزرق، عنك هذه غنة خلاص غنة خارج عنها، وزرك وز وز إزاي حرف إيه فأني ما ها شديد لا عفوا مجهور رخو مجهور أز حروف الجهر لأنه لازم من الحروف وأيضا في إيه وفي صفية طبعا اللي من إنه مجهور إيه رخو حروف الإيه الرخاوة لأنه ليس في أجد فقط بكت ولا في لين عمر هو أيضا في حروف الإيه الرخاوة. الذي لأن في لام ساكنة هنا لام ساكنة ثم لام مشددة البينية أنقض هذه طبعا النون في إخفاء ما عندنا أمر ورفعنا كذلك مثلها ذك رك فإن المشدد خلاص هو طبعا المشدد دي درجته مع العس العسين إيش رخوة بس رخوة مهموس لازم تحط صفتين لو قلنا شديد مجهور شديد مهموس رخوة مجهور يعني التقسيم اللي ذكرناه يس كذلك مع السين كذلك. طيب فرغ الغين واحد من الغين ها الغين رخوة مهموسة لا لو مهموسة تبقى خاء رخو مجهور رخو مجهور ايش بعدها فانصب الباء طبعا شديدة لنفاق القلق الراء مفتوحة ما عندهاش مشكلة فر الراء ايش فر غب بينية مجهور فر لازم في مش فر ولا فر فر بينية فرغب الباء في عقل قلم. طيب ندخل بعد كده الصفة الايه من الجزء قالوا ايه
وسبع علو خص ضغط ايه قذ حصر. ايه هذا ازمه حروف؟ الحروف الساكنه فقط، حروف متحركه حسب صفه القراءه بس تسويها. لا انا بتنبع الاختلاس في الـ في الـ في المتحرك هنا، تعالش شغل بس ولا شغل بالساكن. لا ازمنه الحركات، ازمنه حركات اما الحركه لا زمن. انت في القراءه كلها معتدله، اما انا اقرا القران لازم كل الضمه تكون زي الضمه اللي بعد جنبها، يعني الضمه مش يا مش دي فتحه، لو زودتها شويه هتبقى ايه الف. طب يا هنا واللي بعدينها يا زي منها، كل ما تأتي يا نفس الايه الزمن، واللفظ في نظريه كمثله. يعيدكم يا عيدو هذا يعتبر، لا هذا باب اصلا باب اسمه باب الاختلاس في الاداء، هذا ممكن يجي لنا في استعمال الحروف، يعني مساله فنيه في الاداء هو نبه عليها، لان جت في باب التساوي التسويه من باب يعني ان هي يعني الشيء بالشيء يعني يذكر، يعني انما ليست مقصوده بذاتها يعني.